السلام عليكم. في إطار المكافحة على الحرائق في الغابات في الجزائر، يتم حاليا إنشاء عدة مهابط لطائرة الهليكوبتر لتسهيل العملية نتاع الإطفاء نتاع الحرائق، وخاصة في يعني ولاية الشرق الجزائري اللي تمتاز بكثافة نتاع الثروة الغابية. وصور من المشروع تاع إنشاء المهبط طائرة الهليكوبتر في سكيكدا، وكذلك فيه يعني أشغال في لإنشاء هذه المهابط في ولاية تيزي وزو، وكذلك في بجاية وفي قالما، كلها راهي قيد الإنشاء، واللي أن هذه المهابط تنشأ بالقرب من السدود لجلب المياه من السدود واستعمالها لإطفاء الحرائق خاصة في فصل الصيف. وللعلم أنه في نفس الإطار نتاع محاربة الحرائق الغابات، اقتنت الجزائر 2 طائرات روسية من الحجم الكبير التي تجلب المياه من البحر. وللعلم أن هذه 2 طائرات تدخل في إطار يعني طلبية إن كوموند لاقتناء 6 طائرات من هذا النوع، واللي أثبتت نجاعتها في مكافحة الحرائق في تركيا وفي الاتحاد السوفيتي وفي عدة دول في العالم. إذن هذه خطوة إيجابية جدا، وتكون فيها خطوات أخرى في ميدان تكوين نتاع في ميدان تاع استعمال هذه الطائرات، وكذلك يكون فيها مهابط لهذه الطائرات، ويعني تطوير هذه الطريقة في يعني في مكافحة الحرائق. وكذلك يعني الطائرة هذه اللي اقتنتهم الجزائر من روسيا ما تديش أكثر من نصف ساعة برك باش تجيب الماء من البحر باتجاه الولايات الشمالية للقيام بعملية الإطفاء، لأن الطائرة هذيك عندها سرعة كبيرة حوالي 600 كيلومتر في الساعة، كافية لكي تجلب المياه من البحر إلى المناطق تاع الحريق. وكذلك تجدر الإشارة أن المقاربة نتاع الجزائر في استعمال الطائرة العمودية لإطفاء الحرائق هي مقاربة جيدة جدا، حيث أنها الطائرة الكنادر، ما يسمى بالكنادر، غير مجدية أمام الهليكوبتر. يعني بالهليكوبتر يعني يتم تحكم جيدا في أماكن يعني تاع الإطفاء الحرائق فيه العملية تاع التحكم، أما الكنادر التحكم ديالو أقل بكثير من طائرة الهليكوبتر. وللعلم كذلك أنه طائرة الهليكوبتر ممكن أن ترفد حوالي 30 متر مكعب من المياه بواسطة لاناس، هذه اللي تجي من تحت اللي ترفد بها، وهذا ما يساوي 30,000 لتر. وحيث أن الطائرة نتاع اللي جلبتها الجزائر من روسيا ترفد 10 أضعاف الحجم هذا، وهو حوالي 300 متر مكعب أو 300,000 لتر من المياه من البحار. إذن هذا هو الحجم نتاع المياه اللي تقدر ترفدها هذه الوسائل نتاع إطفاء الحرائق، واللي إن شاء الله سوف تستعمل هذه السنة في أقرب الآجال في هذه الصائفة إن شاء الله لمكافحة الحرائق. نترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.